حذر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف من أن أي نقد لاتفاق جنيف النووي مع الدول الست سيواجه بالمثل، وأكد ظريف أن طهران بإمكانها العودة إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% خلال أقل من 24 ساعة في حال نقض الاتفاق، معتبرا أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة لا تساعد في بناء الثقة. وشدد ظريف على أن التهديد والضغط لن يؤديا إلى نتيجة مع إيران، لافتا إلى أن واشنطن سلمت بحق طهران بالطاقة النووية، وقال إن المفاوضات ستتواصل وسيتم اتخاذ إجراءات متوازنة من الجانبين، مؤكدا أن الاتفاق النهائي يجب أن يتضمن إلغاء الحظر وحق التخصيب. إيران جادة في الاتفاق وتريد أن ينجح لأنه يصب في صالح الشعب الإيراني، وهي تلتزم بتعهداتها. المفاوضات متواصلة لتنفيذ مختلف مراحل الاتفاق، ويمكننا مواجهة أي نقد لاتفاق جنيف بالرد بالمثل، وجميع الإجراءات التي قدمناها لبناء الثقة يمكن التراجع عنها خلال أقل من 24 ساعة. والاتفاق النهائي الذي سيجري التفاوض عليه سيشمل رفع كل أشكال الحظر، والبرنامج النووي الإيراني بما فيه تخصيب اليورانيوم سيكون على الأراضي الإيرانية بشكل قطعي. الإدارة الأمريكية تعترف أن الخيار العسكري لا جدوى منه، وهو لا يحظى بتأييد الشعب الأمريكي، والضغوط والحظر والترهيب لن يؤديا إلى أي نتيجة. الرئيس الأمريكي اعترف بأن عليه التعامل مع برنامج إيران النووي كواقع، وتصريحات المسؤولين الأمريكيين موجهة للداخل ولمماشات المجموعات المتطرفة ومسلكية بعضهم تهدد اتفاق جنيف، والإجراءات الأمريكية الأخيرة لا تساعد في بناء الثقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور نوذر شفيعي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني من طهران. أهلا بكم دكتور. وما الذي أراد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إبلاغه للغرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن العلاقات الدولية بشكل أساسي مبنية على رضا الحكومات ومبنية على مبدأ الاحترام المتبادل، وعندما يكون الاتفاق هو في الحقيقة يعني يدل على أن الخلاف يذهب إلى جانب، وذلك بناء على العزم السياسي ورغبة الجانبين. وإن هذا الاتفاق كما كتب وكما حرر يتم تنفيذه، وطبيعي وكما جاء في الاتفاق، إذا كان أحد بنود هذا الاتفاق لم يتم تنفيذه فالجانب الآخر له هذا الحق بأن يقوم بأن لا يغض النظر عن كل الاتفاق. فإذا رسالة السيد ظريف إلى الخمسة زائد واحد هو إن مبدأ الاحترام المتبادل وكذلك مبدأ رضا الحكومات يجب أن يكون في التعامل، لأنه في غير هذه الصورة فبشكل طبيعي فإن هذا الاتفاق يتم نقضه. وأحد الحالات الخاصة بنقض الالتزامات هو أن الجانب المقابل لم يكن متمسكا بالأصول، وإذا أحد الجانبين إن لم يكن متمسكا فبشكل أوتوماتيكيا فإن هذا الحق سيكون للجانب الآخر. نعم. وهو يعود إلى غض يعني النظر عن هل يعني ذلك أن هناك ما يهدد الاتفاق؟ بشكل أساسي في الحقوق الدولية حالات كثيرة بإمكانها أن تقوم وتؤدي على ضد الالتزامات والمذكرات
تقوم بنقضها. أحد هذه الأشياء هو عدم الوفاء بالعهد من الجانبين بالنسبة للاتفاق ذاته، وإن عدم الوفاء بالعهد ممكن أن يكون بناء على عوامل مختلفة، مثلا الأمريكيين وتحت ضغط اللوبي أو الراديكاليين والمتطرفين يريدوا أن يغض النظر عن ما جاء في هذا الاتفاق، وفي شكل طبيعي فإن هذا الحق سيكون للجانب الآخر أي الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقوم بغض النظر عن هذا الاتفاق. أشكرك دكتور نوذر شفيع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، كنت معنا من طهران، شكرا جزيلا.